الوضع الاقتصادي صار بالأرض، يعني ما عدنا قادرين نأمن معيشة بيوتنا. تسكير كورونا زربك بالبيت يعطيك ألف عافية، كل شي سكر بالبلد، وغير هيك كل شي غلي، وعندك عائلة وعندك مصروف. جوزي كان موظف، طلعوا من شغله مشي 7 شهور. أهلنا على القد عم بيقدروا يجيبوا الأكل على البيت، فعلى القليل نشيل نحن مصروفنا. يعني إجانا هالمشروع يعني مثل الفرج، رحمة رحمة من عند ربنا. الظروف الواحد اللي بيمرق فيها بتقول لا أنا بدي أشتغل، فبتشتغلي بنفسي مرتاحة وبالطبيعة. ودجا هلأ كورونا يعني يمكن أزبط شغل إنه بالطبيعة وفي تباعد وكل الاحتياطات مأخوذة. إنه عن جد من ورا زربة، من ورا مش بس زربة، أنت عندك ستريس، عندك خوف. دهرنا بالبرية ما بتخاف، نفسنا، صرنا مش مزروبين بالبيت أول شيء، وعم تشتغل عم تقبض.